طيب خلينا نقول مبدئيا انا متفقه جدا، واعتقد كلنا هنتفق مع كلام كولر، وان الشوط الثاني كان فيه او تحول يعني سان داونز لشكل هجومي اكبر بكتير، وكان واضح فيه تغييرات اللي عملها او اللي اجراها المدرب بتاعهم. وعلى فكره احنا قبل ما نبدا المباراه كنا عارفين ان هم هيلعبوا بشكل هجومي، لان الناس بتلعب على ارضهم وسط جماهيرهم، عايزين يفوزوا، ما عندهمش حاجه يخسروها، فطبيعي كنا متوقعين حاجه زي كده. بس القصه كلها ما ترجع تتكلم تاني، انا بس عايزه اركز على قصه التحكيم، لان انا امبارح يا كريم لو انت فاكر اتكلمنا انا وانت على قصه التحكيم، قلنا بالظبط ايه اللي حصل، قلنا يا جماعه طيب هو مش مبرر ابدا ان انا دلوقتي بتكلم عن التحكيم، بس هو التحكيم فعلا وده عالميا ممكن يضيع منك بطوله بسهوله جدا. في ضربه جزاء امبارح حصلت كتير مع النادي الاهلي وغيره، امبارح لما تيجي تتكلم عن ضربه جزاء يعني، والاول مره او من المرات القليله جدا اللي بيكون في اجماع من يعني كل الخبراء التحكيميين ان انت عندك مشكله، او كان في اهدار، او كان في تعنت، او كان في ازمه، او كان في غلطه، سميها زي ما انت عايز، في قضيه التحكيم تحديدا. طب ومشكله الفار ايه يا جماعه، والحكمه اللي كانت موجوده، طب هو ايه اللي بيحصل؟ هي دي النقطه. وترجع تاني تسمع بعد كده في التحليلات المختلفه والمنابر الاعلاميه المختلفه مساوئ التحكيم الافريقي. طب ما مساوئ التحكيم الافريقي دي مش حاجه ظهرت دلوقتي، احنا كنا متوقعينها، واتكلمنا على الحكم البنيني وقلنا ده الحكم المختار، واتكلمنا عن الحكام الاخرين وجبنا لحضراتكم كل واحد ومساوئه، منهم اللي عمره ما حكم حاجه ليه علاقه باي فريق مصري او غيره، وقلنا الكلام ده كله، وقلنا في الحكم اللي معروف عنه بالبطاقات الصفراء وغيره. لكن فكره كل ده برضو يتصب في يعني اخطاء تحكيميه فجاه بهذا الشكل، برضو مش عذر ولكن عليه علامات استفهام، هي دي النقطه الاساسيه. فالجميع بقول لحضراتكم من المرات القليله اللي الجميع اجمع بدون شك ان هي ضربه جزاء. فانا حقيقي مش قادره افهم الفكره ايه من ان انت تفسد تواجد النادي الاهلي يعني بصفته اهم انديه القاره، يعني في بطوله بتقام للمره الاولى زي ما بنقول ومفترض ليها النجاح، يبقى من الطبيعي ان كل نادي، والطبيعي جدا احنا ما نطلبش حاجه فوق الطبيعي، ان هو ياخد حقه التحكيمي.